السلام عليكم، نرحب بكم ثانيا في السمارت جريد. الحين هتكلم معكم عن المونوليتيك مودلز. في المونوليتيك مودلز ايش اللي عندنا؟ عندي زي تو بروجرام، السيمسكيب والمودلكا. هذول اثنين ممكن اشتغل فيهم في جرافيك او على شكل equations. الآن عادة لما بدي أوصلهم مع بعض بوصل في الجرافيكال فيرجن، ولما بدي أحط الديتيل بحطهم على شكل إكويجن. يعني مثلا هاي البلوكس اللي عندها، عادة في عندهم حاجات بتحافظ عليها. إيش هي؟ يعني أنا هنا مثلا الثلاثة هدول مشبوكين مع بعض إن بارل، معناته إيش؟ الفولتج تبعهم بدي يكون متساوي. لو جيت أخذت النود الإكويجن ها، مجموع التيارات بدي يساوي زيرو. يعني انا حفظت على كيرشوف فولتج لو، كيرشوف كورنت لو، طبقتهم بشكل صحيح. يعني هذه في هذه الشغلات. الان برضو بدي احافظ على السيستم، دائما الفلو فاريبلز والبوتنشال فاريبلز يبقوا ايش لكل سيستم متساويين. يمكن احنا كناس بتشتغل بالكنترول كنا بنشتغل على الالكتريكال سيستم، بدل ما اروح اشتغل في الدومين زي هيك بحول الفلو، بحول السيستم الى شغلات شبيهه بالالكتريكال، على اساس انا ببقى مرتاح في هذا العالم. بس هذه بتقول لها الان المونوليتك اكزامبل عند المادلكة هاي الجرافيكال، وزي ما نلاحظ هنا الهيتر مثلا والايجنت والانفايرمنت والويندو والوول والهاوس. ايش هنا حاطط الهاوس انفايرمنت، وصلهم مع بعض جرافيكلي. الان التفاصيل باجي بحطهم في الاكويجن لكل موديل من هذا. مثلا موديل هاوس انفايرمنت لما بدي اجي اطلع عليها، هي على شكل اكويجن المحطوط هان. ايش هو عنده في الهاوس؟ الايجنت، الهاوس والهيتر والوول، وهنا اللي بحط الكونكشن والتفاصيل اللي عندي موجوده في الجرافيكال. الان حتى بعض الاحيان لما بدخل مثلا هنا بتعطيني معادله الفلو اوف هيت، وهنا مثلا هيعطينا الباور اللي عندي، الرياكتيف باور هي موجود عندي في هذا الاتجاه، فبقدر احط التفاصيل في شكل اكويجن بشكل عام. انا اتكلم على الكو سيميليشن اللي هي الطريقه الثالثه الموجوده عندي. في الكو سيميليشن عاده نورمالي ان سيميليشن ستادي في عندي في وان موديل ديسكرايب ان وان لانجويج ساتش از ماشين اور اكويجن، يو هاف وان نيوميريكال سولفر ذات اكسكيوت الموديل اللي عندي. typical setup one model for one simulation. هذه الطريقة التقليدية اللي احنا بنشتغل عليها. in co-simulation ايش عندي؟ عندي several models وseveral solvers، يعني مش واحد عندي. عادة لو بدي اجي اطلع عليهم فيها، هاي simulation اللي احنا متعودين عليه one model one solver. الان تختلف الكو سيميليشن عن البارر سيميليشن. البارر سيميليشن عندي وان موديل سيفرال سولفر، تختلف عن الهايبريد. الهايبريد عندي وان سولفر وسيفرال مودلز. هنا عندي سيفرال مودلز وسيفرال سولفر في هذا المكان. لو جينا نطلع عليه مثلا على السياره، سياره عاده الان السيارات الكهربائيه ايش بتسويها؟ بتيجي بتطلع هي مشبوكة الكار يوزج سيميليشن، وقت ايش بستخدم السيارة هذه؟ هل بستخدمها الصبح؟ هل هي لها الكار باتري سيميليتر؟ السيارة البطارية مشحونة مش مشحونة، بدها شحن، بدي افرق، هذه كلها لها سيميليشن سيميليتر بيختلف. لما بدي اجي بدي اطلع عندي في كوميونيكيشن نتورك اللي هي بتقول لي هل سعر الكهرباء هذا مناسب، هل هو مش مناسب، هل في ضغط على الشبكة، هل كل هذه بتعطيني يعني انرجي ماركت سيميليتر، بتعطيني سعر سوق. الان الباور الكترونيك كنترول انا عادة مش لازم اكون موجود عشان اتحكم في هاي. يعني كيف بدي اكون ممكن عبر انا مش بالبيت، عبر الكنترولر هو بيقول لي انا ببقى شبكة اشحن فرق، هذه عندي فيها. الجريد كونديشن كيف وضعها؟ هل هي تحت ستريس مش ستريس؟ هذا كله هيتو اجوبه، انا اسئله بدي اجاوب عليها. وين داز ذا كار كم هوم؟ وين داز ات ليف؟
How does the battery system behave? How is the power electronic interface of the charging station performing in conjunction with the battery and with the grid? We would look at how communication system perform. هذا كله هيتم to be in touch in the energy market so that the electric vehicle can charge when electricity is cheap. أحيانا بدي بيع يعني أنا بدي أفرغ لما إيش يكون عندي السيستم إيش عندي سعر الكهرباء غالي. Specialized simulator إيش بيعمل هو a dedicated specialized simulator is used for its specific sub-model. The simulator will be fairly easy to use, would have friendly user interface for special task at hand. Its library will be tested and even validated. يعني هذا بدأ ال validation إيش هي يعني أنا بضلني بستخدم السيستم وبضلني أعمل tuning للموديل لحديت ما إيش هي تمثل الواقع الحقيقي. This is an expensive but necessary step. يعني هذه خطوة دائما مكلفة لكن ضرورية إذا أنا بدي أصل لحاجة حقيقية وبدي أعمل validation للlibraries لأنه هذا في الوقت اللي أنا محتاجه لازم تعطيني شيء واقعي وحقيقي باستخدام different languages and tools. طب إيش هذا بوصلني؟ بوصلني لموديل معين لأنه أنا بتكلم على functional mock-up grids. الفانكشنال ماكب اللي هو عندي هذا بسميه انترفيس ايش هو؟ هو نظام يعني اندستري ستاندرد ذات ستارتد وذ اوتوموتيف اند افيونيك اندستري. هذا ستاندرايز كومبايلد فيرجن اوف موديل يوزنج ذا سو كول فانكشنال ماكب انترفيس. الماكب انترفيس هذا ايش هو يعني؟ يعني انا لو مثلا بدي اجي اسوي نظام مثلا كلتش للسيارة ايش البداجي او بدي اضيف حاجة للكمبيوتر يعني الكمبيوتر تبعي بدي اضيف له شيء معين يعني بدي اضيف له خلينا اقول التاتش سكرين. الان التاتش سكرين انا بجيش لاي يعني الكمبيوتر بضله زي ما هو باجي بعمل للتاتش سكرين موديل لحالها. الان التاتش سكرين الموديل اللي بدي اعمل لحاله هو بيشتغل على الجوال بيشتغل على السمارت سكرين بيشتغل على الكمبيوتر اللي عندي فانا باجي بجربه على اي يعني لما استخدم هذا طريقه الموديلنج بقدر اجربه على اي نوع من الكمبيوتر. فالماك اب الفانكشنال ماك اب انترفيس ستاندرد itself is a simple C interface that give access to the time stepping, the states and the inputs and outputs and a few other things of the model. يعني هذه ايش بتعطيني؟ بتعطي access لكل هدول وبقدر اطبقه عليها. الان القضية الاهم اللي هي ايش؟ كيف هذا بدي اطبقه كيف بدي يشتغل مع بعض. في العاده انا ايش باجي هاي عندي الاف ام يو الاف ام يو هذه اللي عندي اليونت الموجوده هنا ايش بفيلها فيلها سولفر وفي موديل هاي التنيات الموجوده مع بعض في هذا المجال. الان لكل واحده في ستيب تايم اللي هي ستيب قديش وقت كل قديش بدي اعمل سامبلينج هذا بنسميها الستيب تايم والفاريبل ايش الاوتبوتس والانبوتس تبعاته. الان هذا بيعمل انتر اكشن مع مين؟ مع سيميليشن ماستر. هو هذا بنسق بينه وبين التانيات الاف ام يوز التانيات يعني هذول توك تو اذر وقتيش السيميليشن ماستر بقول لي وقتيش هذول ممكن يتكلموا مع بعض كيف يعطوا يتبادلوا معلومات. وهذا الان السيميليشن ماستر في عنده وقتيش هذا بيشتغل وقتيش بوقف بيعمل لي اياه. الان في عنده نتائج النتائج هاي بيقدر يعملها. الان اليوزر انترفيس الانترفيس هذا ايش قضيه اليوزر انترفيس هذا انترتشينج في البارامتر ابدأ اغير في البارامتر بدي اقرر وقتيش ابدا وقتيش اوقف في هذا السيميليشن اللي عندي. فاليوزر انترفيس هو المنصق. الان حاجه مهمه بتدخل علينا اللي هي السنكرونايزيشن. السنكرونايزيشن اذا انا بدي اتبادل معلومات او خلينا نقول الاف ام يو تبعتي بدها تبادل معلومات مع التانيات امتى يعني زي ما بيقولوها اذا انت بدك تتلاقى
بتمشي ماشي مشوار وصاحبك ماشي مشوار وبدكم تلاقوا في الطريق، إذا ساعاتكم تختلف على وقت معين، إذا الساعات تبعتكم تختلف كل واحد مش حتتلاقوا في نفس الوقت. فإيش بدي يصير؟ بدي يصير سينكرونايزيشن للساعات، إنه في الساعة الفلانية حنتلاقى في المكان الفلاني. هذا بنسميها أول خطوة سينكرونايزيشن، ساعاتنا بدنا نحطها بنفس الشغلة الآن نفس التوقيت. فالستيب تايم اللي عندي هان، إذا بتلاحظوا هذا سيميليتر 1 وسيميليتر 2، الستيب تايم اللي عندي هان بتختلف بينهم، بس في هذه اللحظة لحظة التبادل الستيب تايم تبعهم متساوي والساعة تبعتهم متساوية. وقت ايش بده طلع هنا الاختلاف، والاختلاف هنا عند التبادل هو هذا اللي بحصل، هذا التايم دي اكسشينج انفورميشن او اكسشينج ايش ديتا، وهذه مهمه. الان في عندي كابلنج برنسبل، عندي تو سيستم، هاي السيستم الازرق والسيستم الايش الاخضر. الان هذا ايش بصير العمليه كويكر اند سمبلر، وعند النقطة هاي بيتم التبادل وعند النقطة هاي بيتم التبادل. الآن ان بتوين ايش اللي بحصل؟ أنا بقول إنه المعلومة اللي وصلتني من هان أو وصلتني من هان هدول ضلت زي ما هي خلال فترة ايش؟ التبادل. الآن هذا مش دائما حقيقي، وأحيانا خصوصي في قطاع الطاقة وغيره في إشكالية في هذا المشكلة، إنه هذه بتمشي على العموم مش على التفاصيل. الآن هذه ايش بتعطي؟ باخذ معلومات من البريدكشن للمنطقة التامة، يعني هذا بصير سينكرونايزيشن وهذا سينكرونايزيشن، اللي عندي المعلومات عشان امشي بنفس المعلومات الموجودة عندي عن هذا السيستم او السيستم الازرق او السيستم الاخضر. ايش بسوي؟ لازم مبادل المعلومات او البريدكشن للمستقبل لهذا. فهذا السيستم لما يتبادل البريدكشن انفورميشن تبعته ايش بصير؟ هذا بمشي وعارف يعني خلينا نقول عنده فكره هذا السيستم الثاني وين رايح. هذه العمليه طبعا سلو بس ايش مور اكيوريت الموجود عندي في هذا المجال. بناخذ بريك وبعدها ان شاء الله بنتكلم على اليوز اوف كوسيميليشن في السيستم تبعنا. يعطيكم العافيه.